السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. حياكم الله في الذكرى التاسعة لفتوى الجهاد الكفائي، ذلك النداء اللي راح يبقى عالق في حاضر التاريخ ومستقبله بعد أحداث متسارعة ومفاجئة أربكت الأوراق الأمنية في الداخل، وكاد داعش أن يلتف على امتداد حدود العاصمة. لكن ولادة هذه المؤسسة الفتية بعمرها والكبيرة جدا بمنجزاتها أعاد رسم الصورة مجددا، ليتفاجأ العالم بهذا المد البشري الملتزم بتوجيهات الدولة وقوانين الانضباط، واستطاع في ظرف برهة من الزمن إيقاف التوغل، وهذا ما أكدت الرئاسات في احتفائها اليوم بهذه الذكرى المفصلية من تاريخ العراق، فضلا عن تأكيدها على خطوات مقبلة تصنف أو من واجبها الارتقاء في نوعية الأعداد وعدم التفريط بهذا النموذج اللي خدم العراق. ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة راح نخصصه عن محاربة الفساد، هاي المهمة الأصعب أمام حكومة الخدمات اليوم، خصوصا وأن هنالك تأثيرات وضغوطات خارجية وداخلية تقف بالضد من التحرك نحو تغييرات للمناصب، لكن الحركات الحكومية اليوم تبدو جدية وحقيقية بحسب ما يقرأ المتابعون المشهد السياسي. فعزم الحكومة على التغييرات واستبدال المقصرين بالكفؤين والجديرين بالمنصب هي الخطوات اللي ارتكزت عليها الحكومة في المضي نحو اجتثاث الفساد لتثبيت حقيقة الإصلاح عن طريق البدء بالمناصب الحساسة والرفيعة دون الخضوع إلى الاتفاقات السياسية بعد تقارير تقييم الأداء من قبل لجنة المتابعة. مشاهدي الأحبة، هذين الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجدد المشاهدي الأحبة، وباسمكم أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ محمد الفريجي معاون قائد عمليات بغداد للحشد الشعبي، ضيفا كريما في الأستوديو. أهلا بك أستاذ محمد، حياك الله. وكذلك أرحب بالشيخ علي المحمداوي عضو تجمع العشائر الإسلامي، أهلا بك شيخنا. كل جيش العالم أستاذ محمد عندما تخوض معارك، خصوصا معارك محورية تجمع بين من هم على باطل بإجماع الجميع وهم من على الحق، الحشد الشعبي خاض هذه المعارك ودخلها وتوجت كل معاركه بالانتصارات، شنو السر اللي امتلكه الحشد الشعبي وامتلكه غيره من هذه، او خلينا نتكلم عن عدوه اللي ما امتلك، رغم العدو كان يدعي بانه صاحب عقيده وصاحب دين لكنه عقيدة ودين منحرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدينك الكرام. حياكم. في البدء نبارك هذه الولادة، ذكرى هذه الولادة، تأسيس الحشد الشعبي المبارك. في الحقيقة كانت البذرة الأولى لتأسيس الحشد هم فصائل المقاومة الإسلامية الموجودة في العراق، يمتلكون من الرؤية الاستخباراتية والأمنية في الحقيقة، ولهم بعد نظر بحيث أنهم شاركوا في فتوى الدفاع عن العقيدة قبل صدور الفتوى، فتوى السيد علي السيستاني لتكوين وإنشاء الحشد الشعبي. في الحقيقة كانت لهم رؤية خارجية في حين شاركوا في الدفاع عن عقيلة الطالبين، مرقد السيدة زينب، عقيلة الطالبين في الشام، وكانوا هم النواة الأولى لتأسيس القوى الحيدرية في ذلك. فكانت لهم رؤية واضحة، وكانت لهم
إحساس وكان عندهم شعور أنه هذا الهجمة الإمبريالية وهذه الهجمة الشرسة ستنتقل إلى العراق عاجلاً أم آجلاً. فكان هناك نواة أولى لتأسيس هذا الحج ومباركة المرجعية الرشيدة. شيخ حياك الله مجدداً، نتحدث عن حالة الاطمئنان في الشارع العراقي وحضرتك مهتم بهذا الجانب المجتمعي والعشائري. حالياً أكو جزء من هذا الاطمئنان بوجود الحشد الشعبي. تحدثنا يعني كثيرا عن الجوانب الأمنية والاستقرار اللي وفر الحشد الشعبي، ولكن اليوم نتحدث عن جهود يقوم بها وصلت إلى جهود بلدية وجهود خدمة للمواطن. هل يعني ذلك أن هذا المرتكز الأمني ما ممكن الاستغناء عنه وأصبح هو ضمانة حقيقية للمواطن العراقي في الأمن والخدمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجناب الحجي ضيفك الكريم معاون قائد عمليات بغداد للحشد الشعبي والأخوة مشاهدين قناتكم الكريمة. نهنئ كل أبنائنا من عوائل الشهداء والجرحى والمجاهدين والذين ضحوا لخدمة هذا البلد بعنوان الحشد، وهذه المؤسسة المباركة التي انطلقت من فتوى مباركة ومرجعا شجاعا وهو المرجع آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله، ومكانا مقدسا وهي كربلاء وحرم الإمام الحسين هذا صاحب التضحيات. فهنيئا لهذه الأمة، لهذه الطبقة الاجتماعية التي خرجت وهيئت ونظمت هكذا حشود في خدمة هذا البلد وهذا الدين. موضوع الخدمات والحشد وطمأنينة الناس على عدة ملفات، ولنا تجربة سابقة إذا تحدثنا في التجارب وهي أكبر دليل لحديثنا. الحشد عندما احتاجت الدولة ومؤسسات الدولة والحكومة واحتاج العراق لمن يقف في وجه التنظيمات التكفيرية، خرجت أبنائنا من الجنوب والفرات للتصدي والوقوف بوجه هذه المؤامرة الكبيرة التي كانت تدار بأموال خليجية وكوادر خليجية ومعلومة ودعم لوجستي أمريكي وإسرائيل، وكان مشروعا وليس تنظيما بسيطا، كان المشروع القادم لتمزيق المنطقة، ولكن جاءت الفتوى مفاجئة للجميع وغيرت المعادلة. ما بعد الجهد العسكري والجهد الأمني والجهد الاستخباراتي تحول الحشد إلى أن يكون هو صمام أمان لحفظ ثروات العراق وهي أيام الفيضانات والسيول في حماية حقل مجنون في ذلك الوقت في محافظة ميسان، وكان هذا العمل بإشراف الشهيد القائد أبو مهدي المهندس، كان هو من يتواجد في حماية ثروات العراق وهو النفط، والجميع يعرف على أنه مقدرات الشعب العراقي وإيرادات الشعب العراقي هي موارد نفطية، فالحشد حمى المؤسسات النفطية من الغرق وهذا الهدر. ثم توجهنا بعد ذلك إلى قضية كورونا والوقوف بكل جدارة، وكانت الجثث تبقى في المستشفيات وأبناء الحشد يتبرعون ويتطوعون لنقل جثامين المتوفين ودفنهم وعلاجهم لبعض الحالات وافتتاحهم أكثر من مركز في كل محافظة بعنوان مركز الشهيد أبو مهدي المهندس في ذلك الوقت بعنوان رعاية الأخوة المصابين في كورونا. ما بعد هذه المرحلة توجه الحشد لتغطية المساحة المتروكة في عمل وزارة التربية والكادر التدريسي بخصوص الرحلات المدرسية. العراق يعاني من شحة بالرحلات المدرسية، الرحلات المدرسية عفوا، نشوف أكثر مناطقنا بالجنوب والوسط تعاني، يعني الصف ب 30 رحلة وب 50 طالب، يعني أعداد ماكو تناسق بالعدد. فذهب الحشد بعمل خدمي لهذه الجهة. ما بعدها اشترك الحشد بعنوان الجهد الحكومي، والجهد الحكومي هو 90% هو على مؤسسات الحشد وكوادر الحشد. وما بعدها انبثقت الحمد لله ببركة تضحيات الشهداء ودماء الشهداء شركة المهندس التي تعنى بالعمل المشاريع الخدمية لكل طبقتنا الاجتماعية والعراقية التي عانت ما عانت من الحرمان. اليوم الحشد أصبح ضرورة حياتية وليس ضرورة عسكرية. الضرورة العسكرية عند الحاجة، ولكن الضرورة الحياتية في المستشفى، في المدرسة، في المواقع النفطية، في الخدمات، في الشوارع، في التبليط، في الإنارة، فعديد من الأمثلة. الحشد قدم نموذج للتآخي بين أبناء الوطن الواحد، بين مقومات الوطن الواحد وأقليات الوطن الواحد. لما كل هذا ما يقدمه الحشد لازم أكفد مردود معنوي، صحيح ما يتوالم ويا حجم العطاء، ولكن هذا حق
يجب أن يعطى. واليوم القائد العام أستاذ محمد الفريجي أشار، القائد العام القوات المسلحة السيد السوداني أشار في الحفل اللي أقيم اليوم إلى مسارات نوعية حول قانون تقاعد لأبناء الحشد ومعسكرات ومقار خارج المدن. شنو اللي راح تضيفه هذه التعزيزات لقوة ومأسسة الحشد؟ الحقيقة أكو إعادة انتشار لخطة الحشد الموجودة في بغداد وكافة القواطع اللي موجودة في عموم العراق. أضيف إلى ذلك أنه إلى اليوم لم ينصف الحشد من كافة فروقاته المالية والسكنية، إضافة إلى شهدائنا إلى اليوم لم يستلموا أي شهيد إلا بعض المحافظات التي وزعت قطع الأرض السكنية إلى عوائل الشهداء وهم بأمس الحاجة. اليوم وجدنا في الحكومات السابقة في الستينيات من هذا القرن الماضي، أنه تحديدا حكومة عبد الكريم قاسم أسس منطقة موجودة الآن وهي منطقة جميلة سميت باسم أحد الثائرات الجميلة الجزائرية. لم نجد الحكومة العراقية تؤسس كهذه المناطق الموجودة في أطراف بغداد وعموم العراق عامة. كما أنه استذكرنا قبل اليومين الماضيين ذكرى مذبحة سبايكر، نريد وكلنا أمل بالحكومة العراقية أن تؤسس منطقة تسمى بمذبحة أو منطقة سبايكر لتجريم هذه الفعل الذي حدث وتجريم داعش وبقايا حزب البعث المنحل. فكون نؤسس هكذا مشاريع وهكذا لتجريم هذه المنطقة. الشيخ نتحدث عن الانحدار المجتمعي لأفراد هذه المؤسسة، هل أضاف طابع خاص وتمييز فريد باعتبار أن الغالبية هم من المحافظات الجنوبية، ولكن أيضا هنالك تعزيز لقوات الحشد الشعبي من كل محافظات العراق من طوائف متعددة من أديان متعددة، نتحدث عن هذا التنوع، هل ماذا أضاف للحشد من طابع متميز؟ بالبداية أريد أن أنوه على قضية سبايكر وهذه المجزرة. إحنا اليوم كعراقيين حتى التاريخ يؤرخ حقيقة ووثائق رسمية على أنها ليست سبايكر مذبحة سبايكر، مذبحة تكريت في قاعدة سبايكر، حتى أبنائنا باكر ما يستجهلون الموقع حتى يعرفون العشائر التي طمنت أبنائنا من أبناء الجنوب والوسط وانطتهم ضمانات للخروج، هم عشائر تكريت، ماكو عشائر اسمها سبايكر، قاعدة سبايكر هاي حكومية، لكن عشائر تكريت هي من قتلت وهي من أطت الأمانات. وهذا مو بكلامي، كلام إذا تراجعون الأخ مشعان الجبوري وفلان وفلان كل الأخوة أبناء صلاح الدين ويعرفون جيدا على أنه العشائر في صلاح الدين هي من قتلت ثوار العشائر بهذا المصطلح، هي من قتلت أبنائنا في سبايكر، وليكون بعلم الآخرين على أنه هذه الدماء لا تترك حتى بعد 40 سنة، إحنا وادي مشروقية ونعرف مين ناخذ حقنا. هذا أول موضوع اللي نتحدث به. القضية الثانية، عفوا سؤالك أستاذ أحمد، حول يعني هذا التنوع، التنوع المجتمعي، التنوع الأكثرية المجتمعية من المحافظات الجنوبية في الحشد، شنو ضاف من طابع متميز وخاص وفريد للحشد؟ أستاذ أحمد، إحنا أبنائنا انطلقوا من الجنوب بدافع شرعي وليس دافع قومي وليس دافع مناطقي وليس دافع مصلحة. إحنا الفتوى مالتنا اللي خرجت أبنائنا بها هي فتوى شرعية من مرجع شرعي وحرم شرعي. هاي الصبغة الاجتماعية اللي يمتلكها العراق هي تريد تشاهدها بالصورة الصحيحة، باوع على زيادة 40 وشوف أبنائنا اللي تطلع من جنوب العراق إلى ضريح الإمام الحسين. هذا العمق الديني اللي عند أبنائنا. هسه أكو شوائب اجتماعية موجودة، لكن أكو عمق ديني وهوية دينية هي من دفعت أبنائنا في الوسط والجنوب لحماية الأرض والعرض وحماية الناس المستضعفة في مناطقنا وأخوتنا في المنطقة الغربية. بعض الناس في هذه المناطق هم مغلوب على أمرهم بسبب قيادات مستفيدة من هذه الحركة والتنظيمات الإرهابية، من شخصيات سياسية كان لها دور في إسقاط المحافظات. هذا ما أن مصلحة خاصة وياهم، ذهبنا للدفاع بأبنائنا
وأجسادنا وقدمنا عطائنا أموالنا والدعم اللوجستي وكل ما عدنا قدمنا لخدمة الدين لخدمة البلد لرعاية مصالح الناس والإنسانية، وانطلقنا من منطلق أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أما أخلك في الدين أو نظيرا لك في الخلق. احنا عدنا هم أخوتنا في الدين ونظرائنا في الخلق وأبناء بلدنا، لكن إضافة الأقليات والتنوع اللي داخل الحشد أضاف نكهة جميلة. هذه النكهة للأخوة في سنجار من اليزيديين، للأخوة الشبك، للأخوة العشائر السنية المحترمة التي وقفت في الدفاع عن مناطقها، وليس العشائر المتخاذلة الجبانة التي ذهبت إلى أربيل لتنظيم مؤتمرات لدعم التطبيع. لا، احنا نفرق بين العشائر اللي وقفت ويانا والجغايفة إلى الآن موقفهم يسجل ويشهد له بالتاريخ على أنه وقفوا في وجه تنظيم داعش. هيت غير هيت، ديالة غير ديالة، صلاح الدين عندك جبور، عندك تصعد باتجاه الحويجة وعبيد وعشائرها اللي وقفت. شكرا لكل العشائر، البنمر هاي أسماءكم كنت خلت في التاريخ وقفت مع أبناء بلدها في حماية مناطقها. هذا التنوع اللي كان في الحشد وهو مستمر إلى الآن بتوازن محترم مقدر، كألوية لعشائر سنية، ألوية للأخوة اليزيدية، ألوية للأخوة الشبك، للتركمان. هذا التنوع يضيف نكهة جميلة على أنه العراق عراقا واحد، والإدارة إدارة واحدة، والأعداء كثر. احنا أعداءنا مو شوية بس قيادتنا واحدة، والدليل لنا فتوى واحدة أخرجت بيوم واحد 600,000 متطوع. روح تابع التاريخ إذا لقيت لك أي قائد عسكري أو اجتماعي بكل العالم طلع له بيوم واحد 600,000 متطوع ينطي دمه، ما تلقاها إلا في النجف ودماء النجف وتضحيات النجف ومرجعية النجف المتمثلة بالسيد السيستان. طيب أستاذ محمد، يعني هذه المسألة تحيلنا إلى مناقشة مواضيع مهمة جدا. يعني هنالك من يحاول تسويق فكرة بأنه الحشد هو قوة قبالة الدولة، وأيضا اليوم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بحضور الرئاستين مجلس النواب ومجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نص على هذه الجملة وقال بأن كل الأوامر والتوجيهات اللي تصدر من القائد العام تتبع في حذافيرها من الحشد الشعبي أو من هيئة الحشد الشعبي، ولكن الحشد الشعبي عنده خصوصية يحافظ على هذه الخصوصية. شو نفسرها؟ في الحقيقة الحشد الشعبي هو جزء من الجهاز الأمني التابع للدولة، حال حال جهاز مكافحة الإرهاب، حال حال جهاز الرد السريع، حال حال بقية الأجهزة الأمنية المرتبطة بالدولة. غير ما هذا ما يسوق له في الحقيقة هو الإعلام المعادي والإعلام الضد الذي يكون في جباه الحشد الشعبي، لكن في الواقع والحقيقة هو جزء من المنظومة الأمنية الموجودة في الدولة العراقية وتأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة. وخير دليل على ذلك هو مشاركة القوات الحشد الشعبي في كافة العمليات التي يخرج إليها أنه أبناء الجيش والجيش والدفاع والحشد الشعبي، وكافة العمليات التي حصلت عموما في أطراف بغداد وحزام بغداد والموصل والقرمة والفلوجة هو في بمعية الجيش والقوات الأمنية الموجودة. طيب شيخ، أهمية أن يكتب هذا التاريخ، إحنا بعدنا يعني شواهد على العصر، وحتى ذكرت سبايكر أنه الناجين لا زالوا أحياء، الحشد الشعبي لا زال هنالك شهداء أحياء ضحوا بدمائهم ولا زالوا على قيد الحياة، أبطال مكافحة الإرهاب وأبطال الانتصارات كما وصفتهم المرجعية شهداء القادة لا زالت دماؤهم لم تجف، ونلاحظ أكو تزوير لهذه الحقائق. طيب بعد 10-15-20 سنة إيش راح يكون؟ بالتالي شنو الدور المجتمعي، المؤسسات المجتمعية العشائرية التربوية الفنية أيضا شنو دورها اليوم المناط بها حتى تحافظ على هذا المنجز؟ شوف أستاذنا العزيز، اليوم المشاهد يعرف على أنه حتى إحنا في أيام القتال قبل لا تخلص المعارك البعض اتهمنا بالثلاجة، يريد يزور شو يريد يقول؟ يقول أنا منعم قاعد في أربيل، يقول أنا منعم قاعد في عمان، أخذ منح من الدول الخارجية وعوائلي وبيوت مفلشة ونسائي نازحات
وأبنائي مغيبين على قولتهم، ما يقول هذا الحكي. شو يقول؟ الحشد بايق الثلاجة، فلان شغله جرائم في فلان منطقة. هذا خوف طبيعي، لكن احنا وين دورنا؟ وين احياء ذكرنا؟ شلون يكون احنا هسه مقبلين على مناسبتين عندنا بالطبيعي كحشد. المناسبة الاولى هي استهداف قادتنا وشهادتهم، الحاج قاسم سليمان والحاج ابو مهدي، هاي في شهر الواحد، هاي متعارف عليها، هاي راد لها احياء فترة لاستذكار الناس المواقف. نعم. المناسبة الثانية اللي هي تحيي ضمائر الناس اتجاه الحشد هي فترة تأسيس الحشد، اولا برعاية عوائل الشهداء ومتابعة احوال الجرح. هاي من اعلى الهرم القيادي في هيئة الحشد، قائد مقائد امر لواء عقاد عمليات، اذا ما يكون قريب من الشهداء وعوائلهم ومن الجرحى وعوائلهم احنا ما نشتري في الفلسيه. احكي لك اياها كان من يكون. ليش؟ لان احنا تربينا مؤسسه شرعيه، احنا كان قائدنا الحج ابو مهدي ينزل يبوس ايدين الجرحى يفتر على عوائل الشهداء. احنا كون هاي نشوفها بقياداتنا كان من يكون بدون تسميه، نحتاج لموقف ان يكون القياده العسكريه والميدانيه الحشداويه ان تكون قياده ميدانيه اجتماعيه مع عوائل الشهداء والجرحى. هاي راح تثير ما بداخل الناس اتجاهنا في رعايه وحمايه المكون، وهو المكون الحشداوي هذا اليوم اللي موجود. القضيه الثانيه احياء ذكر الشهداء بفعاليات بتوثيق. احنا التوثيق مهم جدا، حتى المرجعيه طالبت بالتوثيق، واحنا عندنا مديريه كامله في هيئه الحشد الشعبي هي مديريه التوثيق. الله يرحم الحج ابو مهدي كان مصر جدا وجاب شخصيه محترمه ونزيهه خلاها على هذا الملف، ملف التوثيق، وكانه يعلم. بعد فتره انا يوم من الايام بحلقه من الحلقات مستضافيني يطلع مصطفى حاتم سليماني يقول احنا دافعنا عليكم. شوف هاي يعني بعين صنفه، يعني هاي بعد 20 سنه من انا ميت وعندي ابني، شي يقول له ولا يقول له ابوك كان داعش واحنا كنا محررين. يحتاج ان يكون هنالك توثيق رسمي لمؤسسه رسميه، ان يكون لنا جزء في المناهج الدراسيه التربويه، حتى ابن بالاول ابتدائي وثاني ابتدائي وبالخامس ابتدائي يعرف اكو مؤسسه انطت الدماء، انطت التضحيات. هذا وين يكون؟ مو على الرفوف، بالمدارس يراد ذكر الشهداء، يوم الشهداء، موقف للشهداء داخل مناطقنا بعشائرنا بمضائفنا بالكوادر النخب الشخصيات، كل من على عاتقه يكون الى دور في رعاية أمة الحشد. أمة الحشد تحتاج إلى رعاية فعلية في التواصل، ما عدا غير شيء. إحنا عائلة الشهيد مطينها كارت، هذا كي كارت مطينها يا، لكن إيش تحتاج؟ تحتاج زيارة من المعتمد المرجعية، وهم لهم لازم دور أكبر، لأن الفتوى من مرجعية، الفتوى مو من شيخ عشيرة، الفتوى مو من قائد عسكري حتى أنا أهتم 100%، مع علم هو واجبي، لكن الفتوى من مرجع. كل وكلاء المرجعية، مو مرجعية فقط سيستان، كل مراجعنا الله يحفظهم لازم لهم دور أكبر من الدور اللي هم قاعد يمارسونه حاليا. يحتاج رعاية ومتابعة وزيارة وتواصل مع عوائل الشهداء، هم أصحاب الدم والأولياء، المرجعية هي ولية الدم اليوم للعراقيين. هذا يحتاج تواصل، يحتاج النخب الكفاءات. اليوم مدير المدرسة إذا عنده طفل بالمدرسة ابن شهيد يكون بيوم الخميس بالاصطفاف يميز عن الطلاب. هذا اللي يخلينا نأرخ ونذكر ونعرف قيمة شهدائنا وعوائلنا وجرحانا بهكذا مناسبات، وهم أحياء ولكن احنا ما جاي نشعر بهم. أحسنتم. الشيخ علي المحمداوي عضو تجمع العشائر الإسلامي ضيفا كريما في الاستوديو أثريت الحوار، وشكر كثير لجنابك أستاذ محمد الفريجي معاون قائد عمليات بغداد للحشد الشعبي. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. مجددا حياكم الله. ربما بدت مرحلة حسم التغييرات الإدارية في الكابينة الوزارية اللي تم بنائها على أساس التوازن، طبعا بعد بروز الإخفاق على بعض الوكلاء والوزراء عقب تقارير لجنة المتابعة، راح نشوف أنه الكل راح يخضع المقصرين، كل المقصرين إلى استبدال بالأفضل، خصوصا في المناصب الحساسة اللي ما تتحمل استشراء الفساد فيها. نفتح وياكم مشاهدي الأحبة هذا الملف ونناقشه ويضيفنا الكرام، لكن بعد نتابع تقرير الزميلة نهى الشمري. الإطاحة برؤوس الفساد هي المرحلة المقبلة بعد الهدوء النسبي الذي تشهده الساحة السياسية عقب إقرار الموازنة،
الحكومة عازمة على جملة تغييرات إدارية في الكابينة الوزارية مع انتهاء مهلة التقييم، لتتجه بوصلة التحركات الحكومية اليوم نحو القضاء على الفساد في جميع مفاصل الدولة بعيدا عن المحاصصة الحزبية في العمليات السياسية. أظن من خلال متابعة وتقييم أداء الوزراء وكذلك الوكلاء والمدراء العامون، قطعا سوف تكون هنالك متغيرات وزارية، ولكن أيضا لابد أن يأخذ الوقت الكافي، خصوصا الآن تم إقرار الموازنة باعتبار أنه المدة الستة أشهر الماضية هي كافية كانت بتقييم عمل الوزراء. الكفاءة والخبرة أساس اختيار البدلاء من الوزراء والوكلاء والمديرين، فخطوات الحكومة التي وصفها المراقبون بالجدية تتجه نحو محاربة الفساد لضرورة إيجاد تغييرات فعلية لمن لم ينجح في إدارة المهام المناطة إليه وثبت عليه التقصير والإشكالات، بالوقت الذي يحذر المراقبون من وجود ضغوط سياسية تؤخر التغييرات وفق مصالح حزبية أو شخصية. أعتقد أن قد تكون هناك معرقلات سياسية من قبل بعض الجهات التي تنظر إلى مصالحها ولا تفكر بتنفيذ البرنامج الحكومي. أعتقد أنه اليوم بعد إقرار الموازنة يجب أن تنطلق الحكومة بانطلاقة قوية نحو تنفيذ برنامجها الحكومي، وهذا يستلزم إصلاح المنظومة بعض الوزراء وبعض المدراء العامين لكي يكونوا قادرين على تنفيذ البرنامج الحكومي وتقديم خدمات لأبناء الشعب العراقي. وعود أطلقت الحكومة في بداية مشوارها ليأتي دور التنفيذ بقرارات حازمة ومقومات تنقل المشهد السياسي صوب التقليل من الفساد الذي نخر جسد الدولة بمختلف مفاصلها، وإعادة ثقة الشارع بالحكومة وأدائها من خلال التحرك الجدي نحو تنفيذ الوعود. نهى الشمري، الأيام. حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين الدكتور سلام الزبيدي عضو ائتلاف النصر ضيفا كريما في الأستوديو، حياك الله دكتور سلام، وكذلك أرحب بالأستاذ نزار السلطان عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى للإسلام العراقي، حياكم الله ضيوفا الكرام. دكتور، نتحدث عن بعد انتهاء البرلمان من الموازنة العامة وهذه الولادة العسيرة واللي أخذت كل اهتمامات جلسات البرلمان، ما بعد هذا الإقرار؟ هل يرتفع الحديث مجددا عن موضوعة التغييرات في المناصب العليا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى جمهوركم الكريم وعلى ضيفكم الكريم. كل تأكيد استاذ احمد، المشاكل بالعملية السياسية في ظل الواقع اللي ولدت منه الحكومة والصراعات الكبيرة والورقة السياسية اللي تم الاتفاق عليها لن تنتهي بسهولة بصراحة، بسبب طبيعة تشكيل الحكومة، طبيعة النظام السياسي بالعراق. حتى موضوع الموازنة مثل ما تفضلت، بعد مخاض عسير وبعد جولات مكوكية حتى تمريرها لم يكن بالهين، بصراحة موازنة بالتقسيط أصبحت ساعات متأخرة من الليل وأيام، وبدينا نمرر مادة بسبب اعتراضات، و ايضا بصراحة هناك جنبة سياسية كبيرة في موضوع قانون الموازنة اللي كان من المفترض ان يكون بصراحة قانون صبغته فنية اقتصادية، بجدوى اقتصادية، ويكون برنامج الحكومة لدعمها في تنفيذ المشاريع، ولكن للأسف حتى بعد تمريرها ايضا هناك طعون وهناك اعتراضات وهناك جهات ستؤخر اقرارها. تعرف اليوم الموازنة تحتاج وقت لإقرارها من أجل تنفيذ المشاريع وإطلاق الأموال، في ظل الصراعات الحالية اللي موجودة والطعون اللي راح تقدم راح تتأخر، وهذه بصراحة راح تأثر على البرنامج الحكومي للحكومة، وراح تأثر على المواطن اللي ينتظر بفارغ الصبر بعض الخدمات بعض المشاريع. عودة إلى سؤالك في موضوع المناصب والتغيير الوزاري، بكل تأكيد سبق وأن ذكرنا في حلقة سابقة من منبركم أنه اليوم التغيير يجب أن يكون واقعي ويجب أن يكون طبيعي جدا، على اعتبار أنه هناك فسحة من الزمن وثقب زمني أعطاه السيد رئيس الوزراء للكابينة الوزارية من أجل تقييم أدائهم، وبالتالي هناك تلكؤ في بعض الوزارات في بعض الوزراء، ومن الطبيعي جدا أن يلجأ السيد رئيس الوزراء حتى ينجح حكومته حتى ينجح برنامج الحكومي إلى التغيير، رغم هناك معارضة كبيرة وتدخل كبير من بعض القوى السياسية على السيد السوداني في بصراحة تعطيل على أو تأجيل هذا التغيير، ولكن
السيد السوداني عازم على التغيير، وهو بدأ بالمدراء العامين، وهناك جولة قادمة ستشمل بعض المحافظين، وأؤكد لك بعض المحافظين وبعض الوزراء المتلكئين من أجل تحقيق نجاح، والنجاح سينعكس ليس فقط على حكومة السوداني وإنما على تحالف إدارة الدولة وعلى الإطار التنسيقي اللي ولدت من رحم الحكومة. أستاذ نزار، أرحب بجنابك مجددا ونتحدث عن إقرار الموازنة العامة. برأي جنابك، هل راح يمنع الوزارات أو يمنح الوزارات مساحة قانونية للعمل باعتبار أن المشاريع كانت مهددة بالتوقف وموازنة ماكو؟ هذا اللي راح يقلص تنفيذ برامج الوزارات بعد إقرار الموازنة وموازنة ثلاثية. هل راح نشهد نقلة نوعية بحكومة الخدمات تحدثها مثل ما وعدت؟ شكرا لك ولضيفك ولمشاهديك. حقيقة يعني الإقرار الموازنة يعتبر إنجاز، وإنجاز كبير للحكومة، ولكن في نفس الوقت احنا نعرف انه الموازنة اللي مررت بعجز كبير وتحملت عبء ايضا إضافي كبير، اعتقد يعني وضعها امام تحديات كبيرة لتنفيذ مشاريع حيوية في عموم العراق بشكل عام. ولكن مع كل هذه التحديات أنا أعتقد هي نقلة نوعية لانطلاق على أقل تقدير المشاريع المتلكئة، المشاريع اللي تعاني من مشاكل تمويلية طيلة السنوات الماضية، وبالنتيجة أكيد سنشهد حراك خدمي ملفت للنظر إلى حد ما. ما أقدر أقول يعني بالمستوى المطلوب، ولكن على أقل تقدير راح يكون مختلف تماما عن السنوات السابقة بسبب غياب الموازنات واللجوء إلى آلية الواحد على 12 طيلة أعتقد 3 سنوات متواصلة. وبالنتيجة اليوم إقرار موازنة ل3 سنوات وضعت مساحة ممتازة أمام الحكومة لاستثمار هذه الفرصة في تقديم مشاريع حيوية ونوعية في كل المحافظات. وأعتقد أنه إذا رافق هذا الإنجاز عملية تغيير إداري نوعي يعتمد على المعايير الإدارية، وأعتقد راح نشهد إن شاء الله نقلة نوعية في تقديم الخدمات وإنعاش كثير من المشاريع اللي يعني تلكأت بشكل كبير بسبب أما مشاكل مالية أو مشاكل إدارية. ومع التغيير الإداري اللي إن شاء الله راح يكون مدروس وبعناية، أنا أركز على هذه القضية لأنه أس البلاء حقيقة إحنا في قضية الإفراط والإيغال في قضية المحاصصة طيلة السنوات الماضية اللي وصلت إلى مستوى الأقسام والشعب. وبالنتيجة اليوم بوجود مجلس الخدمة الاتحادي، أنا أعتقد أكو فرصة كبيرة لتصحيح المسار إذا ما اعتمدنا المعايير القانونية والوظيفية في مسك المناصب الإدارية عدا المناصب السياسية. المناصب السياسية استحقاقات كتل سياسية، وهذا أمر يعني مبني عليه النظام السياسي العراقي. يعني منصب الوزير ومنصب المحافظ هذه مناصب سياسية من حق القوى السياسية أن يكون لها استحقاقات بها، ولكن ما دون ذلك هو يخضع للسلم الوظيفي. يفترض على الدولة العراقية أو على الحكومة العراقية أن ترجع بشكل يعني مركز لمجلس الخدمة الاتحادي أن يأخذ دوره في تصحيح هذا المسار و يعني اعتماد المعايير والقوانين في هذا القانون أو قانون الخدمة المدني اللي يشرف على تطبيقه وحمايته هو مجلس الخدمة الاتحادي. أتمنى هذا واحد من التفاصيل اللي نجحت بها حكومة الخدمات بتعيين بعد غياب لي 10-12 سنة ماكو تعيينات، نجحت الحكومة في هذا الملف. ولكن بالتأكيد دكتور سلام، يعني أكو معطيات لهذا التقييم، شنو فرص دخول البرلمان على خط الإقالة خصوصا لبعض المحافظين، لبعض الوكلاء، المدراء العامين، ليس بالوكالة، الأصلاء المصوت عليهم داخل مجلس النواب، فبالتالي حتى الإقالة يجب أن تكون في نفس النسق. شلون راح يكون الخيار يترك للحكومة؟
تحال من الحكومة هذه الملفات إلى مجلس النواب للتصويت عليها، كيف سيكون المسار؟ لا، هو وضح السيد رئيس الوزراء أنه هو عنده يعني ملاحظات أو مشخص بعض المحافظين والوزراء اللي عندهم تلكه، وبالتالي سيعرضها على مجلس النواب. هو أكد في أكثر من لقاء أنه أنا من صلاحيتي أنه أنا حكومتي وكابينتي وأعرف كل الخفايا بها، سأعرض الوزراء المتلكئين على مجلس النواب وعلى مجلس النواب يعني حتى يأخذ الشرعية القانونية أنه يصوت على الإقالة أو الإبقاء عليهم. يعني بعد هي الكرة في ملعب مجلس النواب بالنهاية، لأن أيضا ممكن رئيس الوزراء يعمل اللي عليه، وبعدين مجلس النواب هو يتحمل نتيجة إبقاء الوزير المعين أو المتلكئ. بالتالي تعرف الحكومة اليوم تريد تنجح، تريد تنفذ برنامج حكومي، ما عندها اليوم تنظر لإسم معين، تنظر لعمل لأداء. بصراحة يعني المفروض يعني حتى لو كان هناك اعتراض على الآلية اللي يتم استبدال الوزير أو المحافظ على اعتبار أنه هذه المناصب وزعت وفق المحاصصة أو الاستحقاق الانتخابي أو النقاط اللي حصل عليها أعضاء مجلس النواب، لكن بالنتيجة يجب أيضا أن نعطي مساحة للاختيار. يعني اليوم البديل ما ممكن أن يكون هو فقط تبديل اسم باسم، يجب أن يكون هناك معايير للاختيار. بصراحة حتى لو فرض على السيد رئيس الوزراء رغم أنه يريد يحرر بعض الوزارات من يعني سطوة الكتل والأحزاب السياسية، وهو نجح في بعض الوزارات اللي كانت من اختياراته، كان بعض الوزراء المستقلين، هو يعني بصراحة تجربته تعتبر ناجحة في عدم فرض إرادات من هذه الكتل السياسية. ولكن لا بأس اليوم حتى لو كان هناك وزير من كتلة سياسية معينة لديها أعضاء برلمان داخل قبة البرلمان ممكن يصوتون عليه، هذا جيد، ولكن أيضا يجب أن يكون هناك عدة فرص وخيارات للسيد رئيس الوزراء من عدة شخصيات يتم اختيار الأكفأ والأنزه، وهو أيضا أعطى معايير للبدلاء يجب أن يكون من ضمن رحم الوزارة متدرج يملك الكفاءة والنزاهة والسمعة الطيبة والسيرة الذاتية الجيدة حتى يستطيع أن ينجح بحكومته، لأن أمامه ملفات صعبة، ملفات معقدة، وتحديدا يعني المحافظات اليوم بصراحة تعاني، يعني تعاني بشكل كبير، وهناك محافظين يعني بقائهم في منصبهم هذه الفترة الطويلة بدون تحقيق أي منجز أو أي تقدم لمحافظته، سواء فقط هو يعتمد على ظهيرة الحزبي أو الظهر الحزبي اللي يدعمه، هذا خطأ كبير ما راح يحقق. يعني القضية ما راح توقف عند الفساد، بل حتى عند الفساد جزء من هذه، حتى غير يعني في تقييم الأداء، حتى من لا يقوم بواجبه بالوجه الأمثل. هنا نتحدث أستاذ نزار عن هذه النقاط لما سميناها في البيئة الداخلية نقاط الضعف في المؤسسات، نتحدث عن المسؤولين خصوصا في الدرجات الخاصة من المقصرين إذا ما تم استبدالهم وتغييرهم، هل راح يحدث هذا الموضوع فارق في قضية الأداء؟ يعني مؤكد يحدث فارق، ولكن إذا كان التغيير بالمعايير وليس بالمزاج السياسي. يعني إحنا قد نصادف في تجربتنا للدورات السابقة محافظين ناجحين وزراء ناجحين بس ما قدروا يقدموا شيء. الأسباب أنه الوزير الناجح من ينظر إلى أذرع الوزارة مالته فيجد في كل مديرية كيان سياسي، هذه المديرية الكيان السياسي الفلاني وهذه المديرية الكيان السياسي الفلاني، والوكلاء حسب التوازن، وكيل من فلان مكون ووكيل من فلان مكون. هذه المحاصصة من نزلت على المستوى الوظيفي دمرت المؤسسة الوظيفية بشكل عام للدولة العراقية وأنهكتها وضيعت فرص الـ يعني تقديم الخدمة الحقيقية، و يعني حتى قتلت طموح الموظف العراقي اللي ما عنده وقت أن ينتمي إلى حزب. كثير عندنا موظفين يعني مخلصين وكفؤين، لكن أحبطوا مدير قسم على غفلة، موظف جوا إيده يشوفه لأنه صاير مدير عليه بدون أي يعني بدون أي تدرج، بدون أي اختبارات أو يعني إخضاع للمعايير الوظيفية. هذا الـ هذا الـ هذا السلوك يعني البائس في قضية تبني المناصب نتيجة التدخل السياسي قتل الطموح الوظيفي لدى أغلب موظفي الدولة العراقية، وبالنتيجة وصلنا إلى هذه المرحلة
ووصلنا إلى مرحلة أنه حتى الوزير الناجح أو المحافظ الناجح راح يشوف نفسه أمام حق الألغام، ما يقدر يغير هذا المدير أو ذلك الوكيل بسبب المحاصصة. بالنتيجة العملية تحتاج حقيقة إلى إصلاح جذري، ولهذا أنا أركز على قضية أن يأخذ مجلس الخدمة الاتحادي الدورة في تصحيح مسار المؤسسة الحكومية بشكل كامل وشامل وجذري، ونبتعد عن قضية المحاصصة، نكتفي كسياسيين بالمناصب السياسية، وعند ذاك حتى الوزير اللي إمكاناته ضعيفة من تكون البنى التحتية لدائرته ولوزارته قوية ورصينة، ما راح تتعطل ولا راح يصير عنده إخفاقات، يعني مثل ما نشهد اليوم من إخفاقات كبيرة في قطاعات مهمة في تقديم الخدمات لمواطني العراق بشكل عام. طيب دكتور سلام، نتحدث يعني ويتحدث السيد نزار السلطان عن هذه المعايير، وبالتالي نتساءل يعني هذه الخطوات اللي يتخذها رئيس الوزراء، هل كسرت القاعدة الكلاسيكية في تقديم أو تقويم عمل المؤسسات الحكومية اللي كانت تعتمد على تقارير إنشائية ونسب إنجاز عالية ولكن لا تتطابق مع الواقع المعاش؟ يعني أستاذ أحمد، الشيء الملفت بهذه الحكومة أنه السيد السوداني استطاع أن ينزل إلى واقع هذه المؤسسات من خلال نزوله ميدانيا على أرض الواقع. يعني تعرف هو بداية تسلم الحكومة يعني كان عنده تحدي موضوع الاقتصاد والخدمات، فنزل إلى مؤسسات هي على تماس مع حياة المواطن ويعرف كل خفايا هذه الوزارات والمؤسسات، وبالتالي بدأ يعالج من البداية يعني بصراحة منذ طلوع السلم، يعني منذ بداية أول باية وصعودا إلى القمة. يعني عرف أنه الخلل هو ليس فقط بالوزير مثل ما تفضل ضيفك الكريم، أنا اليوم أتحدث عن منظومة، عن مؤسسة، مو فقط الوزير بالمحاصصة، المدير العام والوكلاء ونزولا إلى معاون المدير، وحتى الموظف البسيط هو عنده خلفية سياسية وجاي من كتلة سياسية. بالتالي أي وزير حتى لو يكون كفوء وقادر ومقتدر ومستقل ما راح يقدر يعمل في هذه المنظومة. لذلك السيد رئيس الوزراء شوف بخطواته ممتازة، بدأ بتغيير المدراء العامين اللي هم أساس ونجاح لكل وزارة ولكل مؤسسة، لأن يعني العمل بيدهم، مفصل العمل بيد المدراء العامون. وبالتالي اليوم تغييراته اللي جرت في بعض المديريات وبعض المؤسسات في الوزارات أنا أعتقد خطوة أولى تكتب لها النجاح، يجب أن يبني عليها، ويجب أن يخلص فلسفة المؤسسات الدولة من موضوع المحاصصة ويعني الاتيان بشخصيات لا تمت بصلة إلى يعني هذه المؤسسة أو هذه الوزارة وليس لديه الخبرة فقط، ويتعكز على يعني خلفيته الحزبية أو يكون يعني الجهة الحزبية والكيان الحزبي هو غطاء لبقاء في هذا المنصب. أعتقد هذه بدأت تكسر وبدأت أيضا تفهم من قبل الكتل السياسية. الشركاء السيد السوداني بالنجاح وطرحها يعني أمامي، أنا كنت جالس في أحد اجتماعات الإطار طرحها بكل جرأة، وكل شخصيات الإطار بصراحة، كل قادة الإطار أيدوا السيد السوداني في المضي بهذه الفكرة من أجل نجاح الجميع. حتى تكون منظومة ناجحة يجب أن يبدأ فعلا بهذه الخطوات الجريئة والحازمة، وأن لا يتوقف عند حدود معينة. نتمنى أن يكون هناك سند قوي من قبل الكتل السياسية، لا ينجح السيد السوداني في هذه المعادلة الصعبة إلا من خلال دعم الكتل السياسية وتحديدا تحالف إدارة الدولة اللي انبثقت من عند الحكومة. قضية حكومة الخدمات أستاذ نزار، اللي الحكومة وصفت أو وسمت نفسها بأنها حكومة خدمات، وكانت هذه الإرادة ابتداء مفروضة من قبل إطار التنسيق، والإطار هو نواة إدارة تحالف إدارة الدولة، فبالتالي لما يرفع هذا الشعار على ثلاثة مستويات نتحدث هنا عن مدى إمكانية تطبيقه. فهذه القرارات أيضا راح نسمع أنه استهداف شخصي للوزير الفلاني أو للوكيل الفلاني، تغيير في المناصب غير مدروس، لو راح يكون أكو مقبولية شعبية لكل هذه التغييرات. يعني مؤكد إذا اعتمدنا المعايير في أي مسار خدمة، مسار قانوني، مسار إداري، أنا أعتقد نطلع من دائرة الحرج والاستهداف، وبالنتيجة المعيار
الكفاءة أكو إلى يعني معطيات للتقييم، ما يجي من فراغ. يعني كفاءة المسؤول ما ممكن أنه قال فلان هذا خوش زلمة وخوش موظف ونظيف وزكاء الحزب أو زكاء قريب إله، ما نشتغل على هذه المعايير. يعني أكو معايير رقمية للإنتاج في كل دوائر الدولة، وهاي المعايير الرقمية معتمدة عالميا. وزارة التخطيط أعتقد عندها يعني منظومات متخصصة بهذا المجال، ممكن تعطينا مؤشرات كلش يعني قريبة وتعطينا رؤية واضحة لإنتاجية كل دائرة من دوائر الدولة. بالنتيجة عملية التقييم من تخضع للمعايير الرقمية نطلع من دائرة الحرج ونحرج حتى الجهات السياسية اللي تقف خلف هذا المسؤول أو ذاك، ونحقق الهدف اللي تسعى إلى الحكومة أن تكون حكومة خدمات بامتياز، خاصة الآلية اللي اعتمدها السيد السوداني اليوم هو تشكيل هذا الجهد الخدمي اللي قدر يوحد به كل مؤسسات الدولة تحت قيادة موحدة. وبالنتيجة أنا أعتقد بوادر كانت إيجابية في يعني إطلاق مشاريع مهمة في بغداد والمحافظات، وأعتقد راح يتطور أكثر بعد إقرار الموازنة بتنفيذ مشاريع مهمة تخص حياة المواطن بشكل مباشر. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ نزار السلطان، عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أثريت الحوار ضيفا كريما في الأستوديو، والشكر الوفير لحضرتك الدكتور سلام الزبيدي عضو ائتلاف النصر ضيفا كريما في الأستوديو. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.